ماتش النهارده فعلا انا شايفه من وجهه نظري مفتاح البطوله ان شاء الله، هو والماتشين الجايين باذن الله. والبطوله ليها عنوان، وعنوان البطوله ان شاء الله هو النادي الاهلي. كابتن شريف، شفت المباراه بقى ازاي من الناحيه الفنيه للنادي الاهلي والفيتا كلاب؟ والله اي مباراه افريقيه احنا قلنا بنلعب خارج ارضنا لازم يبقى عندنا تحفظات واحترام زي ما كل الكباتن قالوا للفرق اللي احنا رايحين نلعبها، خاصه الحظ كان ضدك في مباراه القاهره هنا. ايوه مباراه القاهره كانت بتدي علامه انك انت يعني طب ليه نتعادل، يعني ليه تحصل ضربه جزاء مش ضربه جزاء، يعني بتبقى في علامات نفسيا انت يعني بتخاف منها كلاعب كوره، حتى تقول الدنيا مش ماشيه معايا الفتره الجايه، ربنا اداني ثلاث بطولات الحمد لله، يمكن الحياه هتقف هنا ولا ايه. ولكن كان في كلمه اتقالت دلوقتي، ايه كره القدم محتاجه منك ايه؟ يعني ما اعرفش عادل كان بيقولها دلوقتي، محتاجه منك اللي شفناه في الشوط الاول. انا شفت المباراه من الشوط الاول، من البدايه. من البدايه ليه؟ احنا اتكلمنا على اثنين اللي لعب بيهم في النص، ديانج وسولية. اذا هو ما عندوش شكل الدفاعي اللي هيلعب بيه في ثلاثه في نص الملعب. معنى ان احنا قلنا ايه، مثلنا بشكل الوداد لما رحنا نلعبه بالضغط عليه هناك. وفعلا احنا في اول 10 دقائق في مباراه الوداد اللي احنا خدنا فيها البطوله كان لينا سبق تهديف، كل ده تمنيناه. انما هنتمناه ازاي الا بتحركات، الا برغبه لاعب زي قفشه انه يرقص لعيبه ويبقى عنده الثقه ويصوب. أيوة. الا بتحركات محمد شريف مره واثنين وثلاثه ناحيه الشمال بمساعده مروان بياخد لعيب تاني، الا لما بنطلع في التكوف بناخد كل كره عاليه. فكل دي بتديك افضليه في الوجود داخل الملعب، الا بعدم الباص المقطوع كتير. انت كل المشاكل اللي حصلت لك تاني تايم انك انت كل كره بتبصيها بتتقطع منك وبتترد عليك واطرافهم فتحت الامور. اول ما بتجيلك فرصه واحده انك تعمل كره طويله لاي حد، اذا كان مروان او محمد شريف او اي حد، او ده الجون مثلا جاب قفشة الثاني، الكره دي اتلعبت الناحيه الثانيه، شوف لسه دفاع فرقتهم كلها عايزه ترجع، الراجل كان عنده حلول انه يراوغ، ما هو ده لازم يبقى موجود في كل ماتش. انا عايز اقول حاجه كابتن شريف كمان، يعني قفشه اولا الموقف صعب جدا هنا، قفشه جات له كره اسهل من دي وكان مواجه للجول، جات له ثلاث اربع مرات وجات له واحده والراجل خبطه وقعه في الارض وكان لازم اللعيب ده يطرد ياخد انذار والحكم بالظبط. يعني بس انا عايز اقول لك على حاجه، انت عشان تلعب كوره وخاصه بالتيشيرت الاحمر وشخصيه النادي الاهلي لازم عندك انياب، لازم عندك شخصية. لازم بتضرب خط واثنين وثلاثه. ده اللي انا بحبه في ديانج اللي هو النهارده مش على مستوى عالي قوي، انما لازم يعدي وترقص وتروح على 18 وتختار بقى ساعتها. ما هو بواليا لما جات له الكوره احنا قلنا على طول لازم يلعبها، ما كانش شايف انما احتفظ بالكره كويس، واول ما شاف على طول مرر الكره، والكره لما اتزحلقت على الارض راحت للراجل اللي هو داخل جوه ال 18. طب افرض محمد طاهر ما عملش سبورت وما دخلش جوه ال 18، مش هنجيب الجون الثالث. لازم دايما تبقى، انا ليه دايما اقول لعادل ايه، انا عايز ابقى عندي اثنين فراوده، هي اثنين فراوده عادل مش 4-2-3-1 او 4-4-2، لا انا عايز دايما يبقى في كل سنتر فيرود معاه سبورت تحت وجنب واحد ثاني يساعده، واحد من هنا واحد من هنا، طول ما انت عندك عدد زياده في انت بتحب تلعب دايما بانياب هجوميه. لا شخصيتي انا النادي الاهلي، انا البطل، انا كل الناس لازم تعمل حسابي، لان انا مش هلعب ببواليا لوحده، ما العب ببواليا ومحمد شريف هيجرى ايه، ببواليا ومروان ده مروان بواليا واي حد تاني بيلعب في المنطقه دي صلاح محسن، يعني لازم اثنين دايما، وده اللي حصل لنا الماتش اللي فات على الاسماعيلي، ايه اثنين مع بعض عملوا سبورت لبعض من نص الملعب، صلاح محسن خد المشوار كله وراح جاب جول، يعتبر من احسن الاجوان اللي احنا جبناها السنه دي، فيها اصرار فيها شخصيه فيها كل حاجه، فيها تاكتكس ان واحد يطلع فوق لازم زميله يبقى قاعد مستني تحت الكوره ياخد الكوره، ودي من الحاجات الكتير قوي اللي انا لعبت كوره فيها واستفدت منها انا كشريف عبد المنعم، الراجل بتاعي لما بيطلع فوق انا كنت تحتيه واخد الكوره واعمل مسافات ونعمل سرعات ونقدر نعمل عرضيات او نروح نجيب جول. فدايما انت النهارده اللي انا شفت الماتش ازاي، دائما وابدا انت لازم يبقى عندك شخصيه البطل، شخصيه الهجوم. ليه؟ لانك تتمتع بناس تقدر تعمل لك الحاله الدفاعيه سليمه. أيوة. حتى لو النهارده كمان انت بتلعب وما عندكش علي معلول. أيوة انا بقى الناس تقول لك ده نص فرقه. الراجل ده بيعمل لنا سبورت جامد جدا في نقل الحركه. مزبوط. من ناحيه الشمال، وبيعمل راحه للعيب زي اجاييه بيقدر يتعاون معاه ويقدر يخش خط 18 بسهوله، بدل ما اجاييه يفضل على طول بيهاجم ويدافع. فهمتني؟ صح. الراجل ده بيريح لك الناحيه دي، فانت عندك يعني
اماكن كتير قوي بتبقى كل يوم بتحاول تجدد فيها وتعمل سبورت فيها لغايه ما توصل لشكل الشوط الاولاني بتاع النهارده. أيوة. شكل الشوط الاولاني ده اللي هو يهز اي فرقه. أيوة. اللي هو مفيش لعيبه هتيجي عليك من الخصم لغايه نص ملعبك على فرد واحد. مزبوط. لا انت خطك النهارده الهجومي 3 4 5 في اول تايم علشان عندك مساحات تعمل السلو باس كمان. انت مين اللي راح ناحيه جاب الجون الثاني اللي هو قفشه؟ قفشه اللي عمل الحركه التبادليه دي هو هو ده اوردر؟ وانا في مدير فني هيقول لك كره هتقطع اسامه وانا اروح اعمل كده؟ ولا دي شخصيتي انا؟ مزبوط. ودي اللي انا الفراغ ودي رؤيه سوليه ورؤيه ديانج ورؤيه كل من معه الكره انه يقدر يلعبها له ويوديها له الناحيه الثانيه. انا شفت الشوط الاول في اصرار وفي الرغبه اللي هم جايين عليها ان هم يكسبوا فكانوا موجودين في الملعب كانوا بيتحركوا كانوا عايزين يوصلوا للهدف ده وكان في توفيق كبير من عند ربنا برضه. صحيح. وكنا نقدر زي ما انت قلت نكسب 3 4 5 انما دايما لازم يبقى عندنا نفس النزعه دي نفس الشكل ده نفس الثقه دي في انفسنا. صحيح. في ادائنا في لعيبتنا من غير ما نشكك في اي حد. مظبوط. انما انت ما بتعمل الهارموني والتوليفه الصح اللي بتساعد بعض عشان كده احنا قلنا الفرقه اللي لعب بيها النهارده فرقه عجبانه. انا وعلاء قلنا لا عندهم كل حاجه عندك شكل دفاعي وشكل هجومي وشكل يامنك حتى ما تحسش يقولك ايه انا ليه ما لعبتش النهارده بفلان او علان. مظبوط. فالحمد لله انا مبسوط جدا من الشوط الاولاني وطبعا حاله التعب وحاله دي نتيجه السفر ونتيجه والعوامل الخارجيه الغربه ونتيجه كل حاجه وعامل خارجيه والارض وبتاع فبنشكرهم على الاداء ده وبالتوفيق الماتش الجاي باذن الله.